يسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وعلى آله وصحبه
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقيقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا لك شكارين ذكارين، واجعلنا لك مخبتين، واحفظ علينا أبناءنا وأزواجنا وأموالنا وديارنا، وعلمنا دائما ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الفقه في دينك والعمل بسنة نبيك، وأحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة سيد الخلق والأنام، سيدنا ومولانا وأستاذنا ونبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد يا إخوة الأحباب، تحدثنا في المحاضرة الأولى عن التفسير ومعنى التفسير وأنواعه ومناهج المفسرين، وتحدثنا في المحاضرة السابقة وهي الثانية عن اسم السورة وموقعها في التنزيل وموقعها في المصحف ومناسبتها مع ما سبقها وما لحق بها من الصور سواء في التنزيل أو في ترتيب المصحف، وتكلمنا عن محاور السورة، المحور الأساسي والرئيس والمحاور الفرعية الأخرى التي في السورة. واليوم مثل نأخذ ونحن نتحدث عن المحور الأول وهو الفساد السياسي، نأخذ المقطع الأول من الصورة، المقطع الذي تلاه فضيلة الشيخ حسن بارك الله فيه، وهو هذا المقطع يحتوي على معنيين أساسيين أو أمرين أساسيين، بعد كده فيهم بعض المعاني. المعنى الأول مواصفات الفرعون المستبد، المعنى الثاني أن استبداده لا يقف إمام إرادة الله، فالله سبحانه وتعالى يريد لأصحاب الحق ولو كانوا مستضعفين أن يكونوا هم أصحاب التمكين في الأرض، منة من الله وفضل، منة من الله وفضل، هذا هو المعنيين الأساسيين فيه. لكننا لو استعرضنا الصور هنجد في الآية الأولى بعض المعاني أيضا، هي نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فخلونا ناخذ كده في الآية الأولى أولا الصورة تبدأ كصور كثيرة في القرآن الكريم بالحروف المتقطعة، وقالوا فيها أقوالا كثيرة، بعضهم قال هذه من المتشابهات يعني ما نتكلمش فيها كثيرا، بعضهم بدأ يوجد لها بعض التفسير يقول الطاء معناها الطهر والسين مش عارف كذا، هذا كله ليس عليه أيضا دليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في هذا الأمر. وبعضهم قال هو استفتاح لطيف، يعني قاف سين عين سين قاف طا سين ميم، استفتاح يعني زي تستفتح الشيء بحاجة خفيفة، لكن ما يرشح ولعله يكون أقرب يعني، وفي النهاية كله محتمل، طالما لم يأتينا شيء من الرسول يقول كذا يبقى كل الآراء آراء محتملة، أن كأنما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن هذه الآيات المكونة من الكلمات، وهذه الكلمات مكونة من الحروف التي تحفظونها وتعرفونها وتميزتم في تركيبها، يعني أنتم أصحاب بلاغة عندكم 28 حرف، 29 لو قلنا الهمزة غير الألف حرف، طيب مش هذه الحروف هي التي يكون منها الكلمات، ولا الكلمات تكون من غير هذه الحروف؟ تكون من هذه الحروف، والكلمات يكون منها ليه؟ الآيات التي يكون منها القرآن، فالمادة الخام معكم اللي هي الكلمات، فخذوها منتوا أصحاب بلاغة وكونوا كلمات وكونوا آيات وأتونا بمثل هذا القرآن فيعجز. كأنك لو قلت لحاجك مثلا اصنع لي ثيابي جميلة مثل هذا، يقول لك شرط تجيب لي خامة من القماش مثل هذا، يعني لو عملت لي خامة رديئة مش هتبان جمال التفصيل، فأقول له خذ هذه الخامة، ويصبح التحدي معه في إيه؟ فأنه يقوم بحياكة ثياب يعني يشابه هذا الثياب، فكأنك تعطيه المادة الخام فتقول له تفضل أنت تعرفه وتحفظه.
هذا هو لعله أقرب يعني، لكن أيضا لا نجزم بشيء طالما أنه لم يأتي فيه خبر صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يقول نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، بالحق تشمل أشياء كثيرة جدا، تشمل أنها قصة حقيقية واقعية لا مبالغة فيها، وأي قصاص أو رواية أو واحد بتاع مسلسلات أو كذا إذا أراد أن يشوقك بقصة ويجذبك لا يمكن يأتي بها على حقيقتها، لازم يحط فيها كده من الخيالات ومن التوابل ومن الأشياء اللي تشدك إليه. القصة في القرآن تشدك وليس فيها من ذلك شيء، لا تزيد عن الحقيقة مقدار أمر، ولا فيها خيال ولا فيها أي شيء. هذه هي القصة كما حدثت، ولكن صياغتها بصياغة شيقة ولغة راقية هي التي تجعل لها هذا الرونق وهذه الجاذبية، في حين هذا تفتقد أي قصة أخرى. وكذلك أيضا يعني لا مبالغة فيها ولا خصب فيها، وتتجاوز ما لا فائدة منه، وتتجاوز ما لا فائدة منه. يعني في القصة في القرآن أشياء اللي مش مهمة القرآن بيمر عليها مرة سريعة لا يقف عندها، لكن المهم أيضا لقوم يؤمنون، يعني لقوم عندهم استعداد لأن يصدقوا، هم الذين سيستفيدون منه. هذا هو المعنى، لأن هو يقص سورة القصص قلنا في المرة السابقة أنها سورة مكية، ففي الأصل هذه السورة تقص على الكافرين أيضا، ولكن أراد الله يقول يا معشر قريش يا من تكفر أو تؤمن، هذه القصة يستفيد منها من عنده استعداد لأن يتلقى الحق مجردا ويتخلى من الكبر والعناد. أما الذي عنده كبر أو عناد مهما تأتيه بآية من السماء أو من الأرض سيتكبر، وربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فشرط عشان الإنسان يستفيد أن يكون عنده استعداد لتلقي الحق وقبوله والإذعان له، هذا هو الأصل. لكن تعالوا إلى أصل المعنى الأول الذي نريد. آية واحدة في قمة الإعجاز جمعت جماع صفات المستبد الفرعون وبقية الصفات تنبت منها، لكن هي جاءت بكل الصفات الأساسية. انظر معي كده، إن فرعون علا في الأرض أول صفة، وجعل أهلها شيع ثاني، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وجماع الأربع صفات دول إنه كان من المفسدين. كل ما يمكن أن تقول في جبار أو متكبر أو مستبد من صفات لا تخرج عن هذه الصفات التي قالتها آية واحدة في قمة الإعجاز والإعجاز. فمن هو المستبد؟ الفرعون قبل أن نتكلم عن المستبد لقب وليس اسم، لقب. عارفين يعني إيه لقب؟ يعني زي لقب ملك وزير، هو وزير لكن له اسم ولا ملوش؟ له اسم، إنما منصبه وزير ملك له اسم. الفرعون كالملك لقب، زي يقول كسرى وقيصر لقب. فكان رأس الدولة عند المصريين في هذه الفترة يسمى فرعون، فأي واحد يمسك يبقى فرعون. فرعون ممكن يكون فيهم عندهم 100 فرعون، هذا كان المنصب يعني. ولذلك قبل أن يسيطر الفراعنة على حكم مصر كان يسيطر الهكسوس، والهكسوس لم يكن عندهم منصب الفرعون، إنما كان عندهم منصب الملك والعزيز. فلما تذهب إلى قصة سيدنا يوسف لن تجد في قصة سيدنا يوسف من أولها إلى آخرها كلمة فرعون. حد وجد في قصة سيدنا يوسف كلمة فرعون؟ لا، ملك أو عزيز. الملك هو رأس الدولة والعزيز زي الوزير كده اللي هو نائب الملك يعني، وده اللي ضرب في قصة. بعد سيدنا يوسف بفترة انهزم الهكسوس أمام الفراعنة المصريين فاستولوا على الملك كله، فأصبح الآن الفرعون. ولذلك في قصة موسى لا تجد ملك، في قصة يوسف لا تجد فرعون،
لكن في قصة موسى لا تجد ملك. عندما يأتي موسى يأتي كلمة الآن الفرعون، لأن موسى ولد في عهد الفراعنة، أما يوسف كان عزيزا في عهد الأكسوس حيث الملك. فالفرعون لقب، لكنه بعد ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب فرعون موسى مثالا لكل متجبر ولكل متكبر في الأرض، أصبح بعد ذلك اصطلاحا أن الفرعون كلمة تدل على المستبد الطاغية المتجبر في الأرض، فيقول له أنت فرعون أو عندك فرعنة أو كذا، أصبحت اصطلاحا شائعا بعد القرآن الكريم. لكن أصل اللغوي هو المستبد. فمن هو المستبد؟ ما تعريف المستبد؟ ما معنى مستبد؟ يعني ايه مستبد؟ حد عارف؟ الانفراد، الاستبدال والانفراد، يستبد بالامر ينفرد به دون الناس، لا يسمع لاحد، ثم يمليه على الناس، يمليه على الناس يعني يفرضه على الناس فرضا دون أن يأخذ لهم رأيا ولا يعتبر إذا كانوا يقبلونه أو لا يقبلون. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا الصواب في مختار، ولا يرى أن الناس تستحق أن ينتظر رأيا منه، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالاستبداد أن ينفرد المستبد برأيه ويمليه على الناس، كانوا موافقين أو غير موافقين، لا يعتبر لرأيهم ولا يقيم لهم لوزنهم ولا لرأيهم ولا لهم هم وزنا. هذا هو المستبد. إيه المواصفات اللي هي الآية في المستبد؟ انظر كده، إن فرعون أول صفة على في الأرض. ما معنى كلمة على في الأرض؟ تجبر، تكبر، لا يرى أن هناك قوة غير قوته ولا فوق قوته. ممكن الاستبداد والتجبر يبقى له مستوى، وممكن يصل إلى المستوى الأعلى اللي وصل إليه فرعون، بل أنا ربكم الأعلى. ليس هذا فقط، وظن أنه يملك كل شيء من شجر وحجر ومدر وحيوان وإنسان، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يبقى أول صفة أنه يتجبر ويتكبر ويبطش بقوة، ولا يظن أن هناك قوة فوق قوته، ويظن أنه يملك كل شيء، بل يمكن أن يصل به الغرور أنه يحيي ويميت كما قال نمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فهنا يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ما علمت لكم من إله غير، ولا يقول أنا أحيي وأميت. هكذا الجبابرة يظنون في أنفسهم هذه القدرة وهذه القوة، وبالتالي الناس عبيد عندهم، الناس دماؤهم رخيصة عندهم، إذا بطشوا أو قتلوا لا يحملوا، لا يراعون حرمة لدم ولا لابن ولا لطفل ولا لشيخ ولا لامرأة ولا لشيء، كل ما يرعب الناس منهم يفعلون. إذا أول صفة أنه على في الايه؟ في الأرض. طيب بقى لو واحد يسفك الدماء ولا يحاسبه أحد، ولا يظن أن أحدا يمكن أن يحاسبه، ويسترخص الدماء والأعراض وكل شيء، يبقى مستبد وفرعون ولا لا؟ حتى ولو عمل شوية ديكورات وشوية مناظر كأنها ديمقراطية، يبقى فرعون. لأن غير الفرعون ماله يحاسب على الدماء. والشيخ الكبير الشيخ أبو الأعلى المولود عليه رحمة الله عمل كتاب فريد جدا للتفرقة بين الخلافة والملك،
من ضمن التفرقة اللي عملها قال الخليفة الذي يرى نفسه شرعيته من الناس يخشى الدماء ويعمل لها ألف حساب، في حين أن الفرعون لا يعمل لها أي حساب. أنا قلت لكم مثلا في خطبة سيدنا عثمان لما سيدنا علي رأى قاتله وقالوا له طب تقتل، قال وبما أقتل؟ قالوا سيقتلك. قال ليس في الإسلام حكم على ما سيفعل، يعني ما اقتلوش لأنه كان هيقتل، لكن لما يقتل لما ينظر القضاء فيه أمره ضربة بضربة، ما قدرش يعمل له حاجة، واللي قايله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا بقى لفرعون اللي معانا العالم المتجبر في الأرض، مجرد إنه عرف إنه ممكن طفل زوال ملكه على إيده، إيه اللي عمل؟ ما فيش طفل يبقى على وجه الأرض على الحياة. قالوا في بعض الوقت قتل 90,000 طفل، وقالوا 70,000 طفل، وقالوا 9,000، الأعداد ما فيش رواية صحيحة فيها، لكن قتل عددا كبيرا من الأطفال. هو ده الفرعون، شوف ده الخليفة مش قادر يقتل واحد، النبي قال إنه هيقتل لأنه لم يفعل شيئا. الفرعون يقتل بالشبهة، يقتل بالإيه؟ مش بيقول لك الأول محتار وبعدين مش مشكلة الدماء. يبقى أول صفة أنه على في الأرض. الصفة الثانية دايما للفرعون، متى تعرف أن هذا فرعون؟ إذا أصبح شعبه مقسما تقسيما يستفيد هو منه، مش تقسيم لا يستفيد منه، لأن لو تقسيم لا يستفيد منه يبقى خارج عن إيه؟ لأن سيدنا علي كان على ناس مقسمة أيضا، لكن مش بيه. لكن متى يكون إن هو نفسه اللي يعمل التقسيم ليستفيد منه؟ ولذلك القرآن قال إيه؟ ما قالش وجعلهم فرق، قال وجعل أهلها شيع. يعني إيه شيع؟ كلمة تشيع يعني مناصرة، لابد يكون فيها النصرة. فلو فرقة من غير مناصرة لا تسمى شيع، فإذا تناصرت فيما بينها على شيء يبقى تشايعت على هذا الشيء، يعني أصبحت إيه؟ شيعة. وقالوا إنه جعل أهلها شيعة يعني قسمهم التقسيم اللي يجعلهم ينصرونه ويثبتون ملكه ويتقاتلون فيما بينهم في خدمته، يعني في النهاية هو المستفيد، اللي هو القانون اللي بيقولوه فرق تسد، فرق تسد، فرق بين الناس يختلفوا يبقى هو اللي يستفيد، تطوى الناس متفرقة يبقى هو مستفيد. ودي تجدوها في كل حكم مستبد. هل ممكن بقى يبدأ يشوف أسباب للفرقة دي؟ ممكن يكون ديني، ممكن يكون عرقي لوني يعني، ممكن يكون طبقي جغرافي، طبقي يعني أغنياء وفقراء، عامة وجهماء. ها يعني مثلا خد عندك مثلا عندنا في الفترات الأخيرة استخدموا الدين، طيب الناس ما فيش حاجة يختلفوا عليه، فقاموا جايين مثلا في 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 العهد الباقي بتاع حسني مثلا قاموا عاملين تفجير كنيسة القديسين مثلا عشان يقولوا الطرفين الإسلاميين، يقولوا يقع فيها فتنة بين مسيحيين ومسلمين، البلاد اللي فيها مثلا من المسلمين شيعة أو طوائف أخرى يوقعوا منهم، ودايما في خلافات فيما بينهم أو اختلاف طبقي غنى وفقراء. فيقوم الأغنياء عندنا كانت طلعت كلمة أنا ما سمعتهاش وأنا في مصر، لكن سمعتها لما جيت هنا، يقول لك إيه ده فلان ده بيئة. أنا أول ما سمعتها قلت يعني بيئة، يعني مش فاهم تبع البيئة مثلا، تبع شو البيئة؟ يعني فقير من العشوائيات، انما اللي مش بيئه اللي هم الناس الايه؟ الاغنياء. يعني تفرقه بين المجتمع وتفرق بين المجتمع وهكذا. او عرقي او لون، كما كان في امريكا مثلا البيض والسود، السود يسكنون اماكن ويعملون في اعمال، والبيض في اماكن ويسكنون في اعمال، هل لهم مناصب وهل لهم اعمال؟ هذا سيد هذا عبد هذا وهكذا. فهذه التفرقه
أول واحد يستفيد منها وبيحرص عليها المستبد، إنما الحاكم العادل الذي يحب قومه لا تخدمه التفرقة، بل يريد دائما أن يكون مجتمعه لحمة واحدة لخدمة أهداف المجتمع. إنما الثاني يحبها شيعا، لماذا؟ لأن ثبات ملكه يقوم على هذا التشيع، التفرق إن في بينهم مناصر. طيب، وبعد الصفة الثالثة يستضعف طائفة منهم. المجتمع اللي بيحكم بديكتاتور بيبقى عنده طاقة عايز ينفسه، يعني نفسه يعمل حاجة كده. كنت قرأت دراسة الدكتور أحمد شوقي الفنجي عن بعض مواصفات الناس في الحكومات المستبدة، فقال إن في بعض السلوكيات يكون الغرض منها فقط ردة فعل الاستبداد. بمعنى يقول لك في البلاد المستبدة الناس لما تتكلم مع بعضها حتى لو في أمر تافه، كورة مثلا، ممكن أكلة، في نوع أكلة يعني، يحاربوا صوتهم كأنما بينهم حرب، والموضوع تافه قوي، وإذا صوته يعلى الدنيا تقوم. فيقول لماذا هذا؟ هذا ما تجدوش في الدول المتحضرة، في الدول المتحضرة لما يخفض صوته كده ويتكلموا بالراحة، حتى لو كان الموضوع كبير قوي، لو كانوا بيتكلموا في أمر في الخيانة العظمى، تلاقيهم هاديين كده وبيتكلموا وبيناقشوا الأمور. قال لك لأن في حكومة الاستبداد الأصل إنه ما يتكلمش. الأصل إنه إيه؟ يسقط. فلما تأتي فرصة يتكلم في حاجة هو آمن إنه بعيد عن الحكم وبعيد عن الضرر، يطلع بقى إيه؟ كل الكبت اللي جواه بقى، فيزعق ويعلي صوته ويعملها حرب عليه، على الكورة، على مثلا حكاية حضرت مرة مع بعض الإخوة مثلا، فقامت بينهم حرب شعواء على المنسف الأردني الأفضل ولا الفلسطيني، ولا يعني قلت لهم هاتوا لنا الاثنين وبعدين نحكم. وكانت تقوم حرب، يعني الأمور ما تستهلش. فيقول هذا إذا وجدت هذا فاعلم أن هؤلاء خارجين من تحت استبداد. مثلا يقول لك في بلاد الاستبداد لا يمكن يقف في الطابور في اللاين، يعني في البلاد الديمقراطية يوقف. ليه؟ في بلاد الاستبداد لو وقف الطابور مش هياخد حق ولا هيوصل، إنما في البلاد التانية عارف إنه لو وقف الطابور هياخد حق فبيوقف هو بالطابور، في التانية لا يمكن يوقف، وهكذا. يعني عدة سلوكيات كده، يعني منها مثلا يقول لك في بلاد الاستبداد تدخل بيت الفرد من جوه تجده نظيف وفي كل حاجة مرتبة وجميل جدا، اخرج بره الباب في الشارع اللي بينه وبين الجيران إلى أسوأ منه مفيش، تقدرش تقف فيه خمس دقائق. يقول لك لماذا هذا؟ في حين الدول المتحضرة تجد خارج الباب ده عنده أنظف لسه من داخل البيت، والناس تبقى حريصة على الشكل الخارجي والشارع يبقى واسع ومش عارف إيه. يقول لك لأنه في بلاد الاستبداد لا يظن أنه يملك إلا بيته، والشارع ده أصلا بتاع الحكومة اللي بيكرهها المستبد، تمام؟ فيقوم يهمل فيه ويدمر، انما في الحته اللي تخصه يهتم به. والشوارع ضيقه في بلاد الاستبداد ليه؟ لانه لو طال يدخل الشارع في بيته يدخل، انما ما يوسعوش. وسعوا بتاع مين؟ يوسع للحكومه؟ يوسع للناس اللي ماشيه؟ لا، يدخلوا في بيته والناس تمشي من فوق السطوح مش مشكله. واضح؟ وهكذا. في البلاد المتحضرة لا، هو عارف ان الشارع بتاعه ملكه فبيحافظ عليه ويوسعه، ويقول لك اوسع للناس واشوف النور ينزل وكذا. يعني سمعت مثلا عندنا في قريتنا يعلو المباني والشوارع ضيقة حتى ان الناس لم تعد ترى الشمس، مش بتشوفها خالص نهائي. واضح؟ يبقى دي اسمها سلوكيات الاستبداد. فالمجتمع المكبوت بيحتاج من المستبد يعمل له ايه؟ يختار طائفة من هذه الطوائف اللي هي الشيعة دي ويستضعفها للمجتمع كله، مش لهم هم كلهم مستضعفين له. خد بالك، يستضعف طائفة ليس له لأن كلهم عبيد، إنما يستضعف طائفة للمجتمع كله. يعني إيه يستضعف طائفة للمجتمع كله؟
يعني المجتمع كله يجعل الطائفة ديت هي اللي تتلقى كل اللي عايز يخرج. انت عندك حاجة عايز تخرجها وعايز تحس انك انت بدل ما توديها ناحية المستمد خلينا لك الطائفة دي اعمل فيها اللي انت عايزه. لو عملت في الطائفة دي اللي انت عايزه هتبقى في منقى عن المعاقبة والقانون وكذا، والطائفة ديت لو فكر يعين عينه فيك لو اخدت مثلا هنا في الايات كان بني اسرائيل، بني اسرائيل كانت مستضعفه لكل المصريين، خد بالك كانوا عبيد مشاع، عبيد ايه مشاع، يعني فرعون استعبدهم مشاعا لكل المصريين. انتوا عارفين العبد اللي مش مشاع يبقى له مكانه اعلى، لماذا؟ لان العبد غير المشاع بياخد نفس قوة القبيلة اللي ينتمي إليها. يعني مثلا العرب كانت تسمي عبيدهم مواليهم، فتبقى عيب وعار في حق القبيلة إذا اعتدي على أحد مواليهم دون أن يفقروا له، فيقوم الناس تخاف تعتدي عليهم على مواليهم، تمام؟ إنما دول كانوا مشاع، مشاع يعني ما لهمش عقد. ولذلك قصة اللي استغاث سيدنا موسى ليه؟ كان المصري يخرج عنده عمل مثلا، شاف واحد من بني اسرائيل ياخده شغلته اليوم ما يفتحه ولا له اي حق، ويضرب ويعذبه ولا يعرف ياخد لنفسه حق ولا اي شيء. فصاحبنا ده لما شاف موسى، موسى منهم من بني اسرائيل لكنه تربى امين في قصر فرعون، فقال ده اللي ينقذني من هذا الرجل المصري. ومن هنا جاءت، انما هم كانوا في الاصل عبيد مشاع، اي واحد عنده شغل ياخذ منه، الا يضربه ياخذه يحبسه، ولا يناله عقاب ولا لهم اي قيمه ولا اي، ولا لانفسهم ولا لاولادهم ولا لنسائهم. فكان المجتمع يفرغ الطاقه فيه، كما كان مثلا في هذا المجتمع يعني لما طلع قانون ابراهيم لينكولن ولا قبله ولا ما بعده لحد حركه الستينات، لحد ما بدا مارتن لوثر كينج ومالكوم اكس، حركه الحقوق المدنيه في امريكا لحد الستينات والسبعينات كانت هي الطائفه اللي ايه؟ المستضعفه. كل المجتمع يحط همه عليه، هي بتشتغل الفقر وهي بتشتغل كل شيء. فدايما لما تجد في مجتمع طائفه مستضعفه يبقى المجتمع ده مجتمع تحت طائلة الاستبداد. انظر كده بقى المجتمع لما يتحرر ويبقى ما هوش تحت الاستبداد، القضيه مش قضيه عدل فقط، لا تحرر المجتمع. فيجي مثلا ابن عمرو بن العاص ده الوالي الحاكم ليس اي احد يعني، وبعدين يضرب ابن واحد من المصريين ما هو له معروف ولا حاجه. المفترض ابن الوالي ضرب واحد من عامة الشعب، ايش يعني؟ ولا شيء، ده ابن الوالي اللي ضرب. ده ممكن يكون جندي لا يساوي شيء في الجيش، يضربه ما حدش يفتح حاجة. تمام؟ لكن المجتمع عشان ده مجتمع خلافة مش مجتمع استبداد. مباشرة استدعي عمرو للمدينة هو وابنه، واستدعي المصري وابنه، وأقيمت محاكمة، وطلب عمر من ابن المصري بعد ما ضرب ابن عمرو، طلب عمر من المصري ان يضرب عمرو على صلاته. شال القلنصوه من على راس عمرو كده وقال له اضرب هذا على صلاته. قال له يا امير المؤمنين ضربنا من ضربنا، ابن ضرب ابنه خلاص. قال له ما هو لولا صلعت هذا ما ضرب ابنه ابنك. هو ده اللي حمام عشان يضربك، اضربه على صلاتك. فعفى الرجل ما رضاش. برضه لسه ما هو الراجل جاي برضه يعني ده هو عايش في سهول اكيد، ان خليفه المسلمين اللي بيبسط سلطانه على نصف الكره الارضيه اي يمين يهتم بقضيه واحد زي ده ويعمل له محاكمه ويحضرها بنفسه، هذا عدا هو اكيد كان بيحلم بيها. تمام؟ ليه؟ لان دي دوله مش دوله استبداد، ليست دوله ايه؟ استبداد. وقال قولته الشهيره بل استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم ايه؟ احرار. ليست دوله استبداد. وضحت النقطة دي؟ يبقى إذا لا
لما تستضعف طائفه ويكون في طائفه مستضعفه في اي مجتمع من المجتمعات، تعرف ان المجتمع ده مجتمع ايه؟ مستبد تحت الاستبداد. يبقى كانت الصفه الثالثه استضعاف الطائفه. النقطه اللي بعد كده، رخص الشخص، الانسان نفسه في انظمه ديكتاتوريه رخيص. ما هو يذبح ابناءه ويستحيي نساءه، هذه معناها انه له قيمه؟ ليس له قيمه، لن يذبح. خد بالك، كلمه الذبح والقتل بمعنى واحد قد يدل واحده على الاخرى اذا اختلفت، لكن الذبح بتدي معنى اكبر شويه من القتل. الذبح دايما احنا نستخدم كلمه الذبح مع حيوان، يقول لك ذبح الناقه، ذبح كذا، ذبح الشاه، شو رايك؟ ما بنقولش قتل الشاه، في الغالب نستخدم ذبح. فالذبح يدل على ان هناك قدره وعدم قدره على المقاومه، قدره على القتل وعدم قدره على المقاومه، في حاله يسمى ذبح. فياخذ الاطفال يذبحهم ويستحيي النساء. يعني ايه يستحيي النساء؟ يستلقيهم احياء، يا اما يستخدمهم بقى جواري، يا للخدمه، يا للمتعه، يا اي شيء، يستحيي. ماشي؟ جماع ذلك كله انه كان من المفسدين، مش من الفاسدين، من المفسدين. والفرق بين الفاسد والمفسد، الفاسد فاسد في نفسه، لكن المفسد هو مصدر الفساد ويفسد غيره، يفسد كل ما حوله، يفسد الأنظمة، يفسد رجال الدين، يفسد التجار ورجال المال، يفسد كل شيء، لأنه هو فاسد. كما قلت لكم من قبل، الفساد هيكون فساد سياسي، هيقوم لابد، هو راجل ديكتاتوري يبقى لازم يعمل انقلاب اجتماعي والمنافقين حواليه، وبعدين الفساد المالي، والفساد المالي يترعرع في وجود الفساد السياسي، لأن غطاء الفساد السياسي هو بياخذ من الأموال، نعم هو بيفسد ويتربح تربع غير مشروع، لكن بيقتطع من هذه الأموال ويعطي للإيه؟ للفساد السياسي، عشان يسكت عنه، يغض الطرف، يجعل يفعل ما يشاء في الأموال. وبعدين الأخلاق تسوء، بعد الأخلاق ما تسوء يحصل خراب اقتصادي، وإذا حصل خراب اقتصادي جاء الجوع وجاء الإلحاد وجاء الكفر وجاء كل المصائب التي تتخيل. تمام؟ ولذلك أكبر بلية يبتلى بها المجتمع ليس الفقر، إنما الاستبداد، لأنه لو جاء بكل أنواع الخراب كلها. وهذا الذي كان يحذر منه سيدنا علي لما قال: إنما تقاتلون على الخلافة، لأنها لو ذهبت وملكوكم أذلوكم وما عادت إليكم. يبدأ الذل، ويبدأ الصغار، ويبدأ الخراب، ويبدأ كل شيء بسبب تهاون الناس مع المستبد. فالناس إذا نعمت بنعمة معينة، أو كما قلت في خطبة الجمعة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. إن ربنا أنعم على الناس بحرية، المفروض ما يفرطوش فيها، مش من أجل الحرية وعيونها، ولا من أجل الدكتاتورية، إنما من أجل أن الحرية سد المنيع أمام الخراب، خراب المال، وخراب الاقتصاد، وخراب الأخلاق، وخراب كل شيء، وتنكر الدنيا والآخرة. الناس صلى يقول في خراب الأخلاق بسبب المال، يقول إن الرجل إذا استدان رق دينه، كلف حدث فكذب ووعد فأخلف. هو استدان، طيب جه وقت السلام فيش معاه، يقول لك والله بس والله سيبني بس اسبوع. هو عارف انه كذاب مش هيعرف يجيب بعد اسبوع، بس هو عايز يخلص منك الان. يقول لك والله بس سيبني بعد اسبوع، هجيب لك بعد اسبوع. طب يجي الاسبوع يخلف، هو كذب لما تكلم لانه عارف انه مش هيجيب بعد اسبوع، وبعدين لما يجي الاسبوع يخلف. يقول اذا استدان الرجل رق دينه، حدث فكذب، وعد فاخلف. تمام؟ وكثير من النساء تفسد وتنحرف، حجتها ايه؟ مش لاقي تاكل، اصل الماء. شفت برنامج مره يقولوا وهنجيب منين؟ إيه؟ تعمل ايه؟ تنحرف ازاي؟ وهكذا. ولذلك قال كثير من علمائنا ان الفقر اذا ذهب الى مكان قال له الالحاد خذني معك. ما تكلمش الناس عن الجنه والنار، ما الجنه والنار مين؟ عايزين ياكلوا. هيسرق وينها وين كل حاجه. تمام؟
بل إن الحدود تعطل في المجاعات كما فعل عمر رضي الله عنه. يبقى إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ربنا بقى يريد أن يعدل هذه المعادلة ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ما قالش ونجعلهم ملوك، قال ونجعلهم إيه؟ أئمة. لأن ربنا لما هيتفضل عليهم يبقوا أئمة مش ملوك، وأئمة يعني يهتدى بهم ويقتدى بهم في الخير، لأن الإمام من الاتباع، فيهتدى بهم في الخير كما يهتدى بغيرهم في الشر. تمام؟ لكن هنا نقطة مهمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هل هذا يتم بهلاك فرعون؟ التمكين ده يتم بهلاك فرعون؟ أصبحوا الآن ممكنين؟ لا، لأن هلاك الطاغية لا يعني استحقاق غيره بالتمكين حتى لو كان من أهل الحق. وضحت النقطة دي يا إخوان؟ ليس هلاك الطاغية يكون أساسا أو يجعل لغيره الاستحقاق في التمكين، لكن هو خطوة أولى في الإيه؟ في التمكين. لأن فرعون هلك فين؟ في البحر قدام عيون مين؟ بني إسرائيل. هل ممكن بني إسرائيل ساعتها؟ خلاص فرعون هلك قدامهم، بقوا ممكنين؟ لا، لأنهم لا يستحقوا. يعني لما جه سيدنا موسى ياخذهم للخطوه اللي بعدها اللي هي خطوه التمكين، قالوا له اذهب وربك فقاتل ان هاهنا قاعدون. نفوسهم لا تصلح للتمكين. يبقى القضيه ما كانتش في هلاك فرعون فقط، هلاك فرعون خطوه في هذا المجال، ولكن هلاك فرعون لم يسبب لهم التمكين لانهم لم يكونوا يستحقوا التمكين، لان هلاك الطاغيه لا يعني استحقاقك للتمكين. لابد ان تكون انت في نفسك من غير الطاغية تستحق الايه؟ تستحق التمكين، فقد تحتاج إلى فترة بعد هلاك الطاغية لتمكن، وهذا ما حدث مع بني إسرائيل. ولذلك يعني قد يسأل سائل يقول: طيب ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وفي قراءة ويرى فرعون وهامان، يعني فرعون وهامان وجنودهما نفسهم يروا هذا الكلام. نعم هم رأوا، لأن فرعون وهامان لما يغرقوا ويروا الغرق بأنفسهم ويروا نجاة بني إسرائيل، مش دي معناها ان ملكهم انتهى حتى ولو لم يكن في الحال اللي غرقوا فيه؟ انت بالنسبه لهم هم انتهى. فراى فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني اسرائيل بخروج بني اسرائيل وبتطابق البحر عليهم ما كانوا يحذرون، لكن هذا لا يعني تمكين ايه؟ تمكين بني اسرائيل. وضحت النقطه دي؟ بني اسرائيل ممكنوا متى؟ لما اصبحوا هم مستحقين للتمكين. ربنا أمرهم بالقتال مع موسى على لسان موسى كده، إذ قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نهاية كلامهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال المفسرون: فما كتب الله عليهم ولا سألهم بعد ذلك عن القتال منذ أن هلك موسى إلى أن طلبوه هم بعد مرور الأربعين سنة. متى طلبوه؟ أول طلب لهم اللي جاء في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث، وكان معهم أنبياء، ابعث لنا ملكا نقاتل. أول مرة بعد 40 سنة قالوا ربنا طول 40 سنة دي ما قالهمش قاتلوا نهائيا. ال 40 سنة دي تعني ايه؟ لو واحد اتولد بعد ما عدوا إلى سيناء وضربت عليهم سيناء وتاهوا فيها، هيصبح عند التمكين عنده كم سنة؟ 40 سنة. وقوام الدول وتغيرها يكون من سن ال 40 متنازل لحد ال 15. تمام؟ فمعنى ذلك ان فيه جيل جديد بدم جديد بحر هو الذي طلب الايه؟ القتال. ومش كده وبس، والنبي ما اجابهمش على طول، قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ يعني بيراجعهم، يعني يقول لهم: استنوا استنوا، القتال ايه؟
انتوا بقالكم انتوا فاكروا ان ربنا كتب عليكم ان ترجعوا تقولوا اذهب انت وربك فقط. قالوا لا 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 لا، الكلام ده كان قديم، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا واموالنا. فجابوا المبررات لهذا الامر، ومع ذلك دخلوا في الايه؟ في الاختبار. طالوت اول اختبار كان لهم ان طالوت يبقى ملك. طب طالوت ده مش له من سلاله الملوك ولا اغنانا ولا ونحن احق بالملك ايه؟ منه. وطالوت نفسه قام داخل بهم في اختبارات، اختبار النهر، ورجعوا تاني في الاختبار بتاعي لما شافوا جالوت وجنوده وكذا، وصمدت الفئه القليله الاخيره وقتل داوود جالوت ومكن لهم بعد ذلك. بعد كده بدا التمكين. قبل هذا لم يكن التمكين. يبقى لما يقول ربنا ونريد ان نمن على التفضل من الله على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين لملك الشام ومصر، وليس الشام فقط ولكن الشام ومصر، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. التمكين بقى هنا من بعد داوود، ونمكن له في الارض ونري فرعون وهامان وجنوده. فرعون وهامان وجنوده بانفسهما راوا بدايات التمكين عندما غرقوا، ثم بقيه شعب مصر المتمثل اللي كان مؤيد، لان ربنا قال ان بقيه الشعب كان مؤيد. وهو الدكتاتور بيستطيع ان يستخف عقول شعبه ليؤيدوه زي اللي قال دول التفويض. ربنا قال فاستخف قومه فأطاعوه، كذلك استخف هذا واستخف النخب واستخف، فبيصبح حكمهم حكمه. خدوا بالكم من خطورة الحكاية، بيصبح حكمهم ايه؟ حكمه. فلما ربنا يقول ونري فرعون وهامان وجنودهما، مش فرعون وهامان بشخصهما، هم شافوا فرعون وهامان بشخصهما شافوا وغرق، ولكن من وراءهم من شعب مصر سيروا بعد 40 سنة عندما يصبح داود خليفة، وعندما يرث سليمان داود ويصبح ملكه لا حد له، الشجر والطير والريح وكل شيء معه، سيرث مصر وسيرث الشام ويصبح ملكه عظيم، تذهب الريح به حيث يريد والجن تتحرك حيث يريد والطير. وهو سليمان من سليمان؟ إنه ابن داود من سلالة موسى من بني إسرائيل. فسيعود سليمان والطير والدنيا أمامه محشورة، وسيراه أهل مصر فيعلموا، ونمكن لهم في الايه؟ أو ده التمكين بقى، مش تمكين علي بقى، ده تمكين بالطير والجن والإنس والريح، حاجة لا تخطر على البال ولا في أحلام المصريين ولا في غيرهم ولا في أهل الشام أن يكون التمكين بهذا الشكل. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هتبدأ بقى الفصل اللي بعده، كيف بدأ هذا؟ قصة الحكاية دي ازاي؟ يعني المراحل اللي مروا بها، مراحل كل مرحلة منهم كانت ممكن تفشل الايه؟ التمكين. خد بالك ربنا بيقول ونريد أن نمن ونمكن لهم في الأرض، الكلام ده قبل ما يتولد موسى لسه، قبل أن يولد ايه؟ موسى. وبعدين هيجيب لك ميلاد موسى لبداية التمكين، خد بالك مش هلاك فرعون بداية التمكين، ميلاد موسى من بداية التمكين، وخروج وتربية موسى في قصر فرعون من التمكين، وخروج موسى إلى مدين من التمكين، وبعثته من التمكين، وخروجه ببني إسرائيل من التمكين، وغرقهم من التمكين، وغرق فرعون من التمكين، ونجاتهم من التمكين، لكن التمكين التام لم يتم إلا بعد 40 سنة من الدين. فكيف قصة هذا التمكين؟ هو اللي هيبدأ وأوحينا إلى أم موسى، وهذا ما سنعيش معه في الحلقة القادمة إن شاء الله، في المحاضرة القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعلى الله سبحانه وتعالى وجعلنا من يستمعون. وآخر دعوانا الحمد لله. اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد.